Je m'excuse, mon ami. طوب يا سليمان. الشوفير ما جاش بكري. نقدم لك سليمان، الانجينير نتاعي، متخرج من أكبر معهد في أوروبا. عنده غير أسبوع من يدخل البلاد. تشرفينا سي سليمان. متشرفين. أنفان لقيت الأرض اللي نحوس عليها باش ندير المشروع. ما تقوليش بلي هذه هي. هي بدات أو مولاها. هذه تحتها الماء مجيد. هذا المكان راهي مرجع فيها الماء. وإلا درت هنا البنيان تاعك راهي يخرج لك فلوس. كاع البنيان اللي راك تشوف فيه مبني لهيك هذوك الفيلات يطيحوا في المستقبل القريب يا مجيد. طلع حسابك مليح. شكون اللي قال هذه الهضره سي سليم؟ انا ما سمعتش هذه الهضره. شكون اللي قال سي الانجينير هذه الهضره؟ هذه ما كانش منها خلاص على يعني ما كانش. علاش ما راكش تقرا الجرنان؟ ما راكش تسمع الناس واش راهم يقولوا؟ كامل الارض هذه راه مهاربين منها. وسي تان اكسبير اللي راه يهضر معاك مسيو. اتس بروبليم. كيفاش ندير انا؟ كيفاش راح ندير انا؟ نزيد نحوس على طرف ارض في بلاصه اخرى، نزيد نتعب نحوس، نجيب جماعه تاع هولندا، مصاريف كيما راك تعرف. اتس بروبليم. ما كان لا تكبر الحاله. قضيه تاع الارض خليني انا ندبر راسي. انا نجيب لك الارض اكسترا اوردينار مون امي. اي سي تعبنا شقينا. مشكله. لازم له يكون على الاقل شويه ديبلومات كوم هامي بو كومبروند. ماناش رايحين نديروها زراعه وراه على بالو. مشكله يا سليمان. انا الواد سيد هذا اللي شقاو تعب معنا تشوف فيه. لا غالب سي مجيد. ما كاتب سي مجيد. تذكر الارض هذه فيها الماء كيما يقول الانجينيور اكسبير هذا باللي ما تلي غير الزراعه. هي مش تعب صلو بطاطا. مشكله سي مجيد. مشكل اخويا سليمان. مشكل. تعرف انا امره حيرني اكثر من المشروع. صح انا نهنيك من المشكله هذا خلاص. قولي الارض هذه عطاتها لك الدوله؟ خلصتها 5 7 10. انا اعطيك 20. وش فيك هبلت سليمان؟ اكوت، انا بنا الارض هذه تحت الماء وتاع الدلاع وتاع بصل، ولكن السيد هذا شفنا راك تشوف فيه. ولك غدوه نبعث لك الخديم نتاعي يسلكك، واذا قعدت انا ولا الاخ سليمان اذا ما عندناش شغلات رانا نضربوا لك دوره ونتقهوى كيف. كثر خير سي مجيد. والله غير حشمتني والله عطيتني حقها وزياده سي مجيد. وخيرك راهو دين في رقبتي. وشوا خليني نسالكم سؤال برك، بالك تجيب تتغداو معايا؟ لا كثر خيرك، عندنا شغالات، عندنا جماعه اخرين نروح نشوفوهم. اضرب هذا السيجار برك، عندنا شغالات اخرى احنا. هيا ايه. اوكي يا اوكي. نورمالمون راني ما نتكيفش بصح نتكيف. يا اوكي. في دوكا لو بروشان بروجي راح يمدي فاليتي وبونكا بيان سور. علاه؟ على خاطر جمد مول كيفاشك رايح تسلك السيد ب 20 مليون. اي ما تخافش عليا، اني لقيت له الحساب ديجا. اه وي؟ لقيت له بيعه ب 100 مليون، السيد قادر يدفع كاش. 20 للسيد، 80 لينا، 10 ليك و 70 لي، و 70 ليا، واش رايك؟ انا بور موا سي ان تخي 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 بون ديبي، خير من الكاوكاو انا. يا نسير، شوف دير الثقه فيا برك، هذه الدخله برك، مازال لعب لك قدامي بحينك مازال. نقول لك حاجه مجيد. انت ربي بعثك ليا، انت هو مكتوبي معاك جو في دوفونيغ مليونير.
راك عاجبني يا الانجينيور ومن يجيب الهضره يا سي لا كلاس سي لا كلاس هيا هيا وي 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 يا سيدي يا والله غير عرفتهم ثم بنتاعو سيدي اها يا هذا مجيد ايش يدير هذا صحة مجيد صحة صحة سيدي صافا لاباس ليا صحة حبيبي هذا سليمان صحيبي وشريكي مشرفين بك خويا مشرفين بك الله يسلمك واش راك يا مجيد والله لاباس واش الغيبة لاباس لاباس سير ربي واش قادر يعطيك كيما هذا جينا نطلو على واحد السيد مريض تلف عادي يصوتي وحده ربي يجيب له شفاء هبل مسكين على لورو عادي تخيل واش راك والله طربيا مش غايبه هيك انت اخبارك انت هذا حبيبي تربينا كيف كيف دار الكبيره يا حسره عيش الخروف معروف دائما مع السياره نتاعك والكورسات ياك زعما مجيد اخويا من نبريكولي ومن نتحركوا ومن هكذا بصح بيناتنا مجيد الله ما بقات تخدمها شوف والله ما بقات تخدمها راك حطها أظن هادي دا شهرين من اللي حطيتها جاني واحد حبيبي قال لي بيعها ونشركوا في واحد لافير نديروا فيها فير خير ونخرجوا ما سموكش نو مازالوا ما ساموليش ما بطاش الصوم ما بغاتش نمشي من الوقت انا هادي ما تبيع هنا تعرف الله غير بالك جابك ربي شوف انا عندي واحد الانسان حبيبي قال لي حوس على سياره فكرني بسمو كروفات فوالا كروفات اللي دخلت كورجات فوالا يبيع عليه هذاك يحوس على السياره مسكين باش يخدم على شرو والله جات جابها ربي يعني واش قلت لك انت تمدها لي بحالك راح تقول لك مجيد على بالك بلي حبيبك هو حبيبنا معايا ما يخصك والو شوف انا ديامات هادو رايح الجزائر دوا الله فيها خفيفاك اروح العشيه دير الطوموبيل ويلا تبعت وسرحها ربي نجي مبروك واش عاد هذيك هي انا لا حبيبي باش تاكل فيها طرف خبزه عايش كما جيت انا عارف انا دلال الخير عارف او يعرفني سليمان سليمان قلت حبس لي غير لهيك يا خويا هاك تسوق مع الناس كيما هذا واش راح طين انت او العربي شت العربي هاك تاع العربي هو هو هيا مجد اخويا صحيت خويا هيا هيا بارك الله فيك خبي درام خويا وجي الهضره هذه هيا 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 بقى لك سال على خالتي الطوسه ساسي الى بال خويا صحه ساعه طابله علاش قلت لك عندك برمي ولا لا بيسير عندي برمي شوف مليح طريب يا بون باش نجيب لك الطاكسي تاع السيسي انا بها وعلاش وعلاش خمم مليح يا بنادم خمم مليح تخدم 50,000 طابله في النهار ولا 300,000 بالطاكسي 300,000 بالطاكسي يعني. اوكي والقهوه دي غير نتا اوبلي وي تعود نتلقى قدام البوسطة وعلى ايش مسيو؟ ما تحوش تفهم تلقى قدام البوسطة وخلاص لاش نجيب لك السيارة داكو اوكي داكو هاي الخدمة شفت كذا انت مربوح انت مربوح انت مربوح انت مربوح
مجيد مين كنت هذا المدير؟ نهار كامل يحوس عليك، وين كون روحت هذا؟ يحوس عليك مديرك؟ يحوس عليك المدير العام، خليت كل شتاع كامل، وين روحت هذا مجيد؟ يحوس عليك غير انا وحدي؟ يحوس غير عليك انت، خليت كل شتاعك محلول وتروح. يحتاجني على صلاح واحد لافاي فريت على وقت. انت خيك لاباس؟ لاباس؟ ايا اوكي. مجيد مدير عينو عليك. جابولها في جهاز. هذه بلايز، هذه ذهوبات، هذه روايح، هذه فليزات، ما لطارت أدي كده. الله يبارك. على بالك وش درت في رأسها؟ كاميرا. ايه ليلى والكورتاش لبالك فاش راحت فيه ديكابوطابل. وراني في بلاصتها مساعدها تهنات. يا ربي يا ربي يطلع علينا النهار حنا ثانيه. يا ربي طلعوا بالينا ان شاء الله. يا ربي يا ربي. انا كرهت حوري يا اختي والله. بنادم باغي يسبيت وين يروحوا؟ مليت من روح ولجي، روح ولجي مليت. صح بيناتنا حوري يا اختي والله ما تستاهل. ما تستاهلش هي، الراجل هبل، خلى مولات 20 وراح مولات 40. شفتي كيما يقولوها، ما خص القرض غير الورد. وكي شفتيها تعرفيها معوجة ما تشوفش سندرة ما فيها والو ما يصلح. هي وزيدة خايبة سيبة ما تعرف دير والو. أقسمها جاها حتى للدار. سي نورمال قالوها ناس زمان، قالك زهر الشينا في السما وزهر الزينة في الحما. روح اسعدي في الحما روح. ما تبكيش حولي يا اختي، يجي النهار يفرج ربي. تي تاني تتهناي كي تشوفي كل سبع بصنعة، صح مازال مازالش الوقت. بصح هادي عفاش ثالث هادي. صحيحوا يا رجالة صحيحوا. اهلا صعب جدا. وين؟ الله يمركها مجيد. ودي من الصباح هو يسقسي عليك بزاف بزاف. صباحا صباحا. ايه ما تقدروني والله غير تقدروني، انا عندي مشاكل مشاكل عاوزه وخليني نقول لكم والله مصيريه. يا اخي غير الخير حتى صاحبي راك مريتها فضحتها. يظهر لي راك تخطط فيك شي حاجه. هيا نقول لك يلقى بلاصه خير من هذه. سير ان شاء الله. راني نحضر في واحد الحمله ولو كان تصلح تاو البلاصه هذه. اجي واش انا مجيد. واحد تشوف العجب. السلعة مليحة. اسمع خبر الجماعة بلي الكيوسكا وتحل. معليش من على من الساعة برك راني نخرج عندي شغل. اوكي اوكي هاي هاي سلعتها كي زيد. هاي سلعتها كي
تخيك ودرما مدير ماشي دوشة ماشي مدير مدير كين تاكي المدير سم وحدة يا مدير مدير اعطيني لا لا هات خلي بعد بعد خلي بعد واستقبل رئيس الوفد من كنت الصباح راني نسيت المدير ما تحركتش خلاص كيف راك هنا وانا من الصباح وانا نطبطب اسمع ادارتنا معروفه بالانضباط والسلوك الحميد لازم نعطيو هذه الصوره وعلى الموظفين انهم يشعروا بالمسؤوليه ويكونوا في المستوى المطلوب نعم سيد المدير نعم وانا معاك في كل كلمه تقولها ايه عندي الحق بس راك ما مديت والو ما مديتش هذه الصوره اللازمه اسمع فهم روحك وعد روحك والله شوف بلاصه اخرى اها ما يغلطوكش سيد المدير كيفاش حاشا انا اللي غلطوني بزاف وانا ما تقدرش تتصور شحال حبي للعمل والنزاهه والتأني والى اخره إيه لازم تبرها وتعطي شطارتك نعم لازم تفهم ام سيد مدير يصد المدير جا عند مجيد البيرو قول والله لقاه محطوط فوق البيرو هنا لقاه محطوط فوق البيرو اي وين حطو شكون حط المدير اللي لقاه ايه راني فاهم وين لقاه في البيرو ايه راني فاهم وين لقاه فوق البيرو ولا في الخزانه في الخزانه واش داير الخزانه ديما وين حطو شكون حط اي مجيد حط المدير في الخزانة المدير كيدخل وين كان كيف فوق الكرسي عرفتها هي وش قال وش راح يقول لقاه فوق الكرسي احمر وزرق ومكتوب وما قال والو شكون الاحمر وزرق الدخان وين الدخان تاع مجيد واش دخلني في الدخان تاع مجيد لقاه المدير فوق البيرو المدير علاه يروح للدخان ياك انت اللي قلت ليه راح له يا ودي راني نهضر على مجيد مجيد راح للمدير البيرو لا ها المدير هو اللي راح لمجيد لا واش راني نقول من الصباح يتسمى كان حطه فوق البيرو شكون اللي حطه فوق البيرو اي مجيد لاحو في الصاشي وحطه فوق البيرو مجيد لاح المدير في الصاشي وحطه فوق البيرو ها مجيد هذا يلزم الحصه اللي يدخل كيما يحب يخرج كيما يحب شكون هذا هذا لازم تولى بيه هذا اذا كمل هكا راه يفزت لي كل شيء هذا يفزت لي خدامه قادر يفزت لي سيرتهم ويوصل لي حتى الكرسي نتاعي اذا لازم نشوف له حل في اقرب العجل هذا ما فيها والو كاسيتها مليحة قلت صباح الخير مجيد اش محتجت صباح الخير هي بالحق عندي واحد الهضرة وحشمت نقولها لكم هذه 10 ايام واش هي غير الخير على واش والله ما لقيتش كيفاش نبداكم انا بالحق عندي واحد صاحبي كي خويا ولا اكثر شافكم واحد النهار تمشوا في زوج كيلو غزالات الله يبارك يبارك سلامتك تبعكم في زوج ولقاكم دخلتوا للشركة من بعد تعرف باللي راكم تخدموا معايا صرحني احيا بالدين باللي راه مغروم وحده فيكم شكون انا لا بانيك انا هي انا بالعقل اون فاري بي سو بروبليم هو عطاني الاوصاف بصح انا اللي ما تبتش شكون سو
سيرينا سيرينا قاعدة كي الغزالة حاجب وعوينا والسر مني يتقاطع سيرينا سيرينا مش تهلا هديك مسودة الحناك بيشا ما وش حتى في مشيتها اللي راح يندب عليها هذيك كتكي الغولة اللي يشوفها يهرب يا بالحقيقة بات بانيك بات بانيك ولي في الخير يقرب ربي مشان شوفوا أخواتي دي أنا أخوكم عندهم مشكلة غير الخير ما جيت خويا محتاج دراهم كاين كاين قداه بغيت محتاج نفريو لكم شكون مع المدير درك نشوفوا لك انا المدير شدانا المدير شدانا شدانا المدير نحب نسلك عندكم بوست كاسيت يومين ولا ثلاثه ونرجعوا بوست هذا ما كان ادي انت حبيت ما ترجعوش ادي ادي وي ادي ادي انا حبيت ما ترجعوش ايا ايه ايا ايه سليماني ويسنى فيها لك زادت عمرت مليح عمي ساسير عمي لعبني لعبة لعبني لعبة لرقى خطة يخلص يا أخويا مفق به نحيت أملك بتقول لهم ما تجيب الإصدام ولا مديتهم ليه من الورقة هذه القنصلية تاع فرنسا باش يبعثوا لي عن طريق جيك غالية شوية قداه 50,000 واش غليتو شربة أنتوما حتى الورقة هذه راح لفرنسا واش احتجت خويا؟ خويا باغي يدير لي دوموند لوزارة النقل. وزارة النقل؟ فاهم روحك. يعني نطلب خط باتنا عين توتا. قصدك لالين باتنا عين توتا. 50,000. أو 40,000 بركة. ألي روتور ولا؟ أي من جيب. أي 100,000. أنا أخرى ويكتبع بخمسمية أي 100,000 عنديش ما عندكش لا مية عندي غير 40,000 وكي عاد عندك 40,000 ليه حاب تدير عين توتا وبيتنا دير تازولت هنا برك
نزلوا فين الطريق هذا عند في انا وجه ربي يا كحب الخمسين اخويا هذا عمي السزي انا نسمع يا مجيدك بديرها ما عندوش مسكين نعطيك 10,000 من عندي ولا ينزلهم من الطريق كمل بهم وخلص نزلهم في نص الطريق خليهم يمشيوا على رجليهم أم يشتيهم يمشيوا على رجليهم اكريفان بيبليك تعرف سمانة وهي تضربني في مخي سليمان يا خويا تعرف لا دوموند بخمسين الف وحسب انت شحال من واحد عنده مشكل في هاد البلاد اي ضربة كبيرة وانت واش كاش ما ها تري تري بيا يا مومي أيا هكي أيا هك حقكي أيا هك حقكي خي لاباس خير من الطابلة إيه شوف غدوة نهار راح جيب الطومابيل نروحو نحوسو ودك ما تجيش معايا نديك معايا عندي شغلات من بعد نلحقك عندي نكمل بصح ما تنساش الكورزات كروفيت يلا هلا في روحك أوكي أيا أوكي أيا أوكي أرجع؟ أيوة أرجع من تحتك؟ الله الله أرجع أسمع شو يسمع؟ أسمع غلق الباب على روحه ويخدم باش ما يقلقوش والخدمة تمشي مثال الصرامة والعمل فهم؟ مثال الصرامة والعمل غلطوني فيه كثير هذا هكذا بغيت الإدارة تخدم وتمشي هيا ارجع للمكتب تاعك هيا الفيزا مازال ما دخلتش البابور وانت واش كاين خويا الطوموط تاع سكنا برك الله يعاونك سكنا ما خلقنا لكم من هيك من لورا وانت اخويا يا خويا انا باغي يطلقوها لي انا ما بغيتش نطلق وانت طلق ولا ما طلقش لي الطوموط ما نطلقش يمش مع هادو حابين يطلقوا ولا لا ها حبيت حتى السيسي مول الطوموبيل يحوس عليك السيسي مول الطوموبيل جا وقتاش جا وقتاش جا نظرك قالوا لي في الطاوله قال لك لو كان يحاكمك كيما تفرشها ويحلف ويتكتف يا ما جيت اوكي نقول لك والله كلمي روح بالعقل هاد الروح اجي دير السوبلتاك شوف انت روح كمل الخدمه حتى 12 وبعد نتلاقاو ونفريوها بصح وين نتلاقاو قدام الوقت القهوه هذيك القهوه تاع الرحمه هذيك بالعقل كلمي روح انت قلت لي باللي باغي دارها وحدها انا انت اللي باغي دارها وحدها وانت باغي دارك وحدك تا ثاني ولا ايه باغي هي دارها وحدها وانت دارك وحدك لا دارنا وحدنا في فهموا رواحكم يا جماعه ولا غير فهموا رواحكم انا الجروب هذا اللي نطلق ومن بعد ثاني نزوج لك والله واش ما فاش عليا المدير؟ ايه يعطيك الصحة يا مجيد علاه؟ والله يعطيه الصحة وراه مولاه ويضرب بك المثال في النزاهة والخدمة والله غير يعطيه الصحة يعطيك الصحة حبيبي المدير ما سقساش عليا سي سقس عليك وجاك حتى للمكتب ولقاك غالق على روحك وتخدم يعطيك الصحة يا شنو نقول لك يا صديقي صدقني الإدارة ما تمشيش إلا بالذكاء وضميري أن بني كثير لما الناس تعمل
وناس وقت تاعي في التليفونات. اسمع الحبني 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 يا ولدي. واش من اختراع يا مجيد؟ المدير لو كان يزيد يلقاني هنا راني مباصي. واش بيك هذا؟ تخافش تخافش، هذا يسميوها ماشينة، هذا بوس كاسيت، هذا البيرو. انا ما كانتش اواه، انا بح، انا جن، انا شبح. وين واش راني ندير لهنا؟ تا انت تكزيستي. اسمع اسمع مليح. راك وليت مصيبة يا مجيد. كيف حالك سي مجيد؟ سي مجيد. نعم نعم سي مجيد، رمز النزاهة. أنا نقولها لك اليوم، راك مثال للصرامة والانضباط، وأنا اللي غلطوني فيك، وأنا اللي كنت نظن العكس. راك بنهرت لي على العمل تاعك وقدرتك على الصبر، ولهذا قررت في الأيام المقبلة باش نرقيك. وش نقول لك؟ مبروك عليك وربي يعاونك، وراك شرفت المنصب تاعك. انت واش تعمل هنايا؟ شنو برا حكم المكتب تاعك؟ خلي الاستاذ يخدم. بقى على خير يا مجيد وربي يعاونك.